عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسين ازي اتفضل. حضرتك يا فندم؟ انا عايز اشكرك على البرنامج الجميل. معاك محمد من الجيزه يا حبيبي. اتفضل أستاذ محمد. أهلا وسهلا. اتفضل حضرتك، انا عندي بس استفسار بخصوص فعلا وسائل التواصل الاجتماعي بيتعمل عليها الشائعات والشباب قاعدين عليها ليل نهار ويطلعوا كلام يعني مش كويس. انا عندي مقترح حضرتك لرئيس السيسي وللحكومه، يا ريت يدرسوه حتى في مجلس النواب، كان اتعمل قبل كده في الدول المتقدمه بره، ان انا لما اجي ادخل على وسائل التواصل فيسبوك او غيره اكتب الرقم القومي بتاعي وادخل بقى اعمل اللي انا عايزه. حاضر، أشكرك يا هتبقى أستاذ. حركة الدول اللي بتخاف على شعوبها تعمل ايه؟ ان بجد الموضوع والله توصل الى توحد، الشباب بقى عندهم توحد، بقى في حاجات غريبة، بقى في كيانات غريبة، وبقى في الارهاب بقى بيدخل من كده. يعني ادخل اكتب رقم قومي في الواتساب او حاجة وادخل بقى اعمل اللي انا عايزه بقى، حاضر يبقى مربوط بوزارة الداخلية والامن القومي كله يا فندم بعد حاضر أستاذ اذنك. محمد. ماشي يا سيدي، نشكرك. طيب كذلك أيضا أستاذ محمد بيتكلم عن الشائعات، لسه دورها جاي. الشائعات ديت أكبر خطر كبير جدا جدا جدا. مروج الشائعات، يروج الشائعات عن هذا ويروج الشائعات عن هذا، ويبدأ بقى يقول لك فلان ده راجل نصاب، فلان ده مش عارف اختص كذا، فلان خد كذا، فلان خد أرض مش عارف فين، فلان خد مش عارف إيه، واصلا قد ما يكونش في الكلام ده كله. هاته فلانه بنت فلانه ما اعرفش ده ماشيه مع فلان بنت فلان، يقوم جايب صور ومركبها وحاططها لك. ايه ده؟ ما هذا الذي نراه وما هذا الذي نشاهده؟ الم تعلم ان الله سبحانه وتعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذاء كبير جدا جدا للناس. نهم موجود عند الشباب طول النهار ماسك التليفون وقاعد. يا ابني رحت الجامعة؟ محدش تاه عن الجامعة. طب يا ابني رحت الدرس؟ محدش تاه عن الدرس. لا. يا ابني ذاكرت؟ ما ذاكرش. تيجي النتيجة؟ فاشل، جايب ملاحق، ساقط، شايل مواد وطالع في الجامعة. طب ليه؟ متى ستكون نبتة صالحة؟ متى ستكون ناجح في المجتمع تؤدي إلى النجاح؟ يبدأ يعمل حالة إحباط له والغير، يقول يا عم تعال النهاردة نخرج مش عارف إيه، تعال نروح نشوف فلان، تعال نقعد على الكافيه كذا، تعال نقعد مش عارف في سايق كذا، تعال نقعد نخرج مع البنات، تعال نتفسح مش عارف إيه، ويجي انا عاوز فلوس، انا عاوز كذا، انا عاوز كذا، انا عاوز كذا. طب ليه؟ والله ده انا اجيب كتاب مثلا ب 100 جنيه ولا 70 جنيه ولا 80 جنيه، ولا بيجيب كتاب ولا بيجيب حاجه ولا بيجيب حتى جورنان يقرا فيه، هو خد الفلوس بيسهر بيها بره. زمان ما كانش فيه قبل وسائل التواصل الاجتماعي سنه 1995، كان واحد بيشتغل، اساتذتنا ويعني اللي علمونا في الجامعات وفي غيره ومشايخنا يقول لك كنا بنشتغل ونذاكر على اللمضه الصغيره، لمبة صغيرة. لو سألت أحد رجال الأعمال اللي هو يعني أصبح يعني لديه ما شاء الله من أموال وغير ذلك، إحنا كنا ما فيش مش لاقيين، واجتهدت وذاكرت ونجحت وعملت. دلوقتي عندنا وسائل ترفيهية ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا وأوجدها لنا، لأن الله قال ويخلق ما لا تعلمون. وعكون مفكر اللي اخترع الأمر ده يعني خارج عن إطار الحق، لا، ويخلق ما لا تعلمون، كل ذلك داخل تحت نطاق هذه الآية القرآنية، ويخلق ما لا تعلمون. مين اللي اخترعها؟ مش العقل، والعقل ده مين اللي وهبه لك؟ ربنا سبحانه وتعالى. أساتذتنا في الجامعة كنا بنشتغل يا ابني ونجيب الكتاب ونذاكر وطلعنا الأوائل. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني ميسر لنا الأمر والحال والأمور يعني ميسرة، الكتب موجودة والحاجة موجودة، لكن محدش بيقرأ. تكلم حد لك ما حدش عن القرايه يا مولانا، واحد يا سيدنا ساعه وساعه، ولا تشوف لا ساعه ولا ساعه، كل ساعات وما الحياه الدنيا الا له ولعب. طب والمشاكل اللي بتحدث والشائعات وترويج الشائعات عن هذا وعن ذاك، انك تخوض في عرض فلان وتخوض في عرض فلان وتخوض في عرض فلان، لما تخوض في عرض هذا ولما تخوض في عرض هذا؟ لما تسب هذا ولما تشتم هذا؟ لما تلعن هذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بصعان ولا بلعان ولا بالفاحش البذيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة
ما قالش أكثركم أموالا، أكثركم اقتصادا، أكثركم عيالا، لا، أحسنكم أخلاقا وأحسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسن أحسنكم أخلاقا. الإنسان اللي عنده حسن خلق. فاصل ونواصل فانتظرونا. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. لربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. بنتكلم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وما أحدثته من مشاكل يعني متنوعة وغريبة وجرائم غريبة دخيلة على المجتمع. بدل من الإنسان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب المعلومات الصحيحة، خلي بالكم، في اكتساب المعلومات الصحيحة، ليس كل ما يسمع يقال، خد القاعدة دي، ولا كل ما يقال جاء وقته، ولا كل ما جاء وقته حضر رجاله. لابد حينما يعني يستقي الإنسان معلوماته، لابد أن يستقيها من المنبع الصحيح، من أهل التخصص، من أهل الذكر، في كل فن، في كل زمان ومكان. مش أنا قريت معلومة على النت يقول لك لا والله ده أنا قريت إن مثلا مش نافع الطماطم السنة دي، أو رأيت إن البطيخ مش نافع، أو رأيت مش عارف إيه، لا، أنت ما تشوف، ابحث عن المعلومة صحيحة من أهل التخصص، من أهل المعلومة، من أهل المعرفة. ما تاخدش الكلام كده على عاهله وتطلع تتكلم بيه وتنشره مع الناس، لأنك في هذه الأمور يعني تتحمل أوزار وأعباء. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه هاجر. الله يخليك يا عم الشيخ. كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه، كنت عايزه اسال على سؤالين معلش. اتفضلي. انا دلوقتي في حادثه حصلت، وانا اخويا ومامتي وبابايا توفوا، وانا عندي خلاني ما بيسالوش نهائي 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 خالص، زي ما يكون صله الرحم يعني. هو بالظبط بعد ما ماتوا بشهر، انا يعني ما بيتصلوش بي حتى مكالمه تليفون، يقولوا لي انت عامله ايه، ده انت بنت وحيده، انت بتعملي ايه في حياتك، بتاكلي منين، بتشربي منين، عايشه ازاي، ما فيش الكلام ده خالص. طب علما بان انا، طب انت يا استاذه هاجر خليكي معايا بس على التليفون، ما بتساليش انت ليه، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. ما هقول لحضرتك على حاجه، انا واحده طلعت من الحادثه اللي انا بكلم حضرتك عليها دي، ان انا عندي رجلي اليمين ما ينفعش اقف عليها تاني، اتقطعت، حصل لها بس ما بتكلمش يعني على التليفون، على الاقل التليفون. انا بتصل ما بيرد يعني ايه، عارف، مره يردوا مره ما يردوش، ما بيفكروش حتى يسالوا عليا. انا بسال على صله الرحم، هل انا لو قطعت معاهم كلام ربنا يحاسبني؟ طيب. ولا ما يحاسبنيش؟ تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا طبعا دلوقتي عندي عجز، ما بقدرش اشتغل، انا واحده عندي 25 سنه، انا مش عايزه ابقى قايله على حد، لان انا قاعده مع مرات يعني مع مرات عمي، ف حتى عمي متوفي، ده انا قاعده معاها كده كمان يعني. الله يرحمه. انا مش عايزه اي حاجه، ومش عايزه فلوس، مش عايزه اي حاجه، انا كل اللي طالباه مكنه خياطه، لان انا عندي عجز وحاسه ان انا ثقيله، وكل اللي باخده من الدوله معاش 415 جنيه 415. طيب سيبي رقمك في الكنترول يا استاذه هاجر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يفتح عليك وعلينا، وان ييسر لك كل عسير، اللهم امين يا رب العالمين. اما بالنسبه للسؤال الاول، طيب استاذه مي معانا، اتفضلي يا استاذه مي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يخليك، عامل ايه؟ الحمد لله والله. اتفضلي. عايزه اقول لك موضوع الحلقه النهارده هايل، وفعلا التواصل الاجتماعي دوت سبب خراب كبير جدا في كل بيت، دي مشكله كبيره جدا، ولازم لازم يكون ليها حل. انا عن نفسي مشكلتي، انا متجوزه، تمام، واحده زميله لي، تمام، واكتشفت ده، وهم برضو على الوصف شغالين يعني مع بعض، الله ينور على الوصف، ليل مع نهار على طول. ده مين ده؟ جوز حضرتك؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. واتخانقت معاه وكده وانفصلنا مره. بس انا عاوز اقول حاجه برضو يا استاذه مي، انا على الهوا، هو برضو عاوز اقول حاجه على الهوا. اتفضل. هي يعني اشطر منك ان هي تاخده منك؟ ده سؤال. جاوبيني بقى عليه. انا هسيب الورقه والقلم، اقفل التليفون. بص، دائما وابدا
انا بقول اي ست تاخد يعني زوج من زوجته يبقى القضيه عندها هي. هيقول انا عارف ان الستات هتزعل مني كتير، تقول لي الله انت جاي يعني امال انا متحمل علينا اول الدرجه دي ليه؟ اذا كان هو ان كان هو مثلا عينه زاغه ولا بيحب كذا ولا كذا ولا كذا. ما هي دي مشكله عندنا احنا. احنا بننظر في دائما في علاقه الاسره، احنا اتكلمنا عن اسره كتير جدا وما زال وسنظل نتكلم عن الاخلاق والاسره يعني الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى. بنتكلم ونقول ان الاسره ديت لابد المعامله فيها ما تكونش قائمه على الغرائز فقط، انما قائمه على قوانين الموده والرحمه، قائمه على قانون السكن والموده والرحمه. انا اكون شاطره، انا اكون شاطره كزوجه، اكون شاطره في على قدر الاستطاعه. في ناس بتمسك العجينه، هي حته عجينه اهي. استاذه مي رجعت تاني، اتفضلي. الو، بقول لحضرتك. لا ايوه مع حضرتك. اتفضلي. اكتر مني ولا حاجه، بس احنا لينا ظروف انا وزوجي دوت، احنا مش عايشين مع بعض في مكان واحد يعني بسبب ظروف كده خاصه. تمام. هو في مكانه وانا في مكانه وكده. طب عرفت طب السؤال عرفت ازاي ان هو بيتكلموا على الواتس؟ ما انا شفت. تمام. انا شفت بعناية. طب وايه اللي خليكي تفتشي فيه في استنى بس برضه بقى انا خليك عندها 50 سنه. طب خليك بس معايا، ايه اللي خليكي تفتشي في التليفون بتاعه؟ ما هو لازم افتش عشان لا مش لازم، لا استنى، مش عايزين في مكان واحد، عايزه اشوف ايه اللي بيحصل من غير انا ما اكون موجوده معاه. طب وايه السبب اللي مخليكم مش عايشين في مكان واحد؟ يعني لينا ظروف خاصه كده. طيب هو زوجي الثاني يعني وكده ولينا ظروف يعني مش عايشين مع بعض. وهي عندها 50 سنه وهو عنده 43 وانا عندي 37. هو طب السؤال دلوقتي، هو الزوج الثاني؟ ايوه. انت مش متجوزاه رسمي ولا عرفي؟ اه متجوزين بس لينا ظروف يعني مش عايشين مع بعض. طب خلاص ماشي، لك هذا اتفضلي كمل. انا دلوقتي واجهتها مره ماشي، وهي هدمتني وكده وانكرت وكده، فدلوقتي برضو في تواصل ما بينها وما ما اتكلمتيش معاه هو ليه؟ هو دلوقتي بره البلد وهيرجع كمان اسبوع. اتكلمت معاه، هو كمان اتخانق معايا برضو بسببها. فدلوقتي انا يعني بيجي تفكير في دماغي، انا مش عايزه اعمل لها فضيحه عشان ما اخدش ذنبها ويبقى حرم عليا. تمام. مش عايزه اقول لجوزها علشان ما خربت بيتها وهي معاها 3 اولاد. تمام. فمش عارفه اتصرف ازاي، انا ما اعرفش اكل ولا اشرب ولا انام ولا امارس حياتي الطبيعيه خالص. وعندي ولادي عايزه برضو اربيهم، فدلوقتي انا وصلت القرار ان هو لما يرجع ان شاء الله ان انا عايزه اطلق منه وانفصل منه، بس حاسه ان انا ما خدتش حقي. ده مش حل. يعني دي وجعاني قوي، وجعاني قوي ان انا مش عارفه اخد حقي. حاضر. اجاوبك. فاعمل معاها هي ايه؟ حاضر. هل اكلمها واواجهها تاني ولا ابعد عنها واقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها؟ حاضر. طب انت لو اتصلت بيها قلت لها تقعدوا في مكان ما هادئ كده وتتكلموا يعني باسلوب راقي ومحترم ومهذب. هي رافضه دلوقتي، انا اتصلت بيها كذا مره هي حطاني على الحظر. هي دلوقتي حطتني على الحظر ومش بتقدر ترد عليا خالص. تمام. عشان عارفه اللي انا هقوله، يعني هي عارفه هي بتعمل ايه. حاضر اجاوبك دلوقتي. ومعاها جوزها. حاضر اجاوبك دلوقتي. شكرا. شكرا يا فندم. اتفضلي. معنا؟ طيب. فاولا استاذه هاجر بتسال، بتقول عن صله الرحم، بتقول ان هي يعني والدتها واخوها توفوا في حادث وهي اصيبت بقطع في الرجل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها رب العالمين وان يرحم امها واخيها وان يرحم امواتنا اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. لكن هي بتقول يا مولانا قطع صله الرحم، عندها اخوالها ما بيسالوش عنها خالص ولا يعترفوا بها، او مثلا ما بيقدرهاش او بيكلموها حتى لا في اعياد ولا في غير ذلك. انا دايما وابدا بقول لها طب اتكلمي انت، بتقول انا بتكلم ما بيردوش عليا. اقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الرجل في هذه الحاله، وسيدنا النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت او قطعت رحمه وصلها. يكفينا ان انا اتكلم في التليفون حتى. هو ما ردش الاثم والذنب والوزر عليه هو. الاثم والذنب والوزر عليه هو، وانا ما اكلش ابدا. لربما ياتي يوم من الايام الله سبحانه وتعالى يشرح قلبه ويعرف ان هو كان غلطان ويعرف ان هو كان مخطئ وان هو قصر كتير وان هو لابد انه يصلح من هذه العلاقات ولابد انه خلي بالكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. ده حديث صحيح. احنا ما نجيبش احاديث ضعيفه، لا حديث صحيح. في الصحاح لا يدخل الجنة قاطع رحم.
ثلاثة لا يدخلون الجنة، منان ومكذب بالقدر وقاطع رحم، وفي رواية وشارب خمر. ولذلك لما رجل أتى إلى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن لي أقارب أو قرابة أصلهم ويقطعونني، أتودد إليهم ويعني أحن عليهم ويجهلونني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، أي تراب رماد، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. قوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا مع سيدنا مولانا رسول الله أشد ألوان العذاب والإيذاء النفسي والجسماني، ومع ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا فأنتم مطلقا، وعفى عنهم أخذ يكلمهم، وهم قالوا في حقه: أخ كريم وابن أخ كريم. القاعدة بتقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وعن أنا بشكر يعني زمالي في الكنترول بيبلغوني دلوقتي إن في جيم مساعد الأستاذة هاجر، في اتنين هيساعدوا الأستاذة هاجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، هم رفض إنهم يعني يتكلموا. لكن السؤال دلوقتي برضه عشان أكون أمين على الهوى، أنا ما اللي بيساعدوا دول برضه ما يروحش يدي فلوس ولا يجيب حاجة إلا لما ينظر هل هي الحالة صحيحة وتستدعي ولا لا. المؤمن كيس فطن، ربما في ناس بتاخدها تجارة، خلي بالكم برضو، أنا أصل دي أمانة سنسأل عنها، هي بلغت وربنا سبحانه وتعالى يعني من فضله وكرمه وجوده وعطائه رقق القلوب لها، لكن لا يعني يدفع إنسان أو يأتي بأي شيء إلا بعد أن يتأكد من كلامها ومن صدق كلامها. إن كان صحيح فله النعمة وله الفضل، ومن يسر عن المسلم يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ده ستر وإعانة، ومن أعان معسرا أعانه الله سبحانه وتعالى، ودي قضاء حوائج الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عبد الله بشيء أحب إليه من جبر الخواطر، وجبر الخواطر على الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف هذا المال على أصحابه في الدنيا والآخرة. طب إن لم يكن صحيح خلاص يشوف غيره، يشوف غيرها ويخرج هذا المال، طالما أنه هو خرج من نيته صدقة أو مساعدة لها يشوف غيرها ويساعد، لابد من التأكد لها أو لغيرها. ومعي في هذا البرنامج أو مع زميلي أو غيري، لأن كثيرا من الناس يعني يستسهلون ولا يدرون بأن هذا يعني محرم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذة مي بقى، ده السؤال اللي احنا بنتكلم فيه. أستاذة مي بتقول: أنا متجوزة، وهي ده الزوج الثاني، هو في بلد ما أو في غير ذلك مش قاعدين مع بعض، فالمهم لما بيجي فتشت في التليفون، بتقول لك: لا لازم انا افتش. اولا لا يصح ولا يجوز باي حال من الاحوال ان الزوجه تفتش في تليفون زوجها، ولا هو كذلك، طالما ان في علاقه قائمه بينهما على ايه؟ الموده والرحمه والسكن والثقه. اذا عدمت الثقه خلاص، ده هيتلكك لدي وده هيتلكك لدي، قولا واحدا كده بلا خلاف، ما ينفعش ولا يصح بأي حال من الأحوال. طب هي فتشت يا مولانا في التليفون، اللي حصل بقى أو هي شكت أو مش عارف إيه، أو لقت الكلام أو بياخد التليفون ويخرج يتكلم ومش عارف إيه ويسيبها إلى غير ذلك. فالمهم فتشت في التليفون لقت محادثة بينه وبين امرأة ما أيضا متزوجة، أنا بقول لكم والله يعني لا يكاد يخلو يوم من مكالمة في هذا الشأن، لغاية ما الواحد دماغه صدعت من هذا والله. بدل ما يكون وسائل التواصل الاجتماعي للخير وان انا اشوف اي مساعدات او غير ذلك، او يعني اساعد وانشر علم، ولا انشر مثلا عندي محل انشر البضاعة بتاعتي، ولا الى غير ذلك من هذه الامور، ولا مصنع ولا الى غير ذلك، او عمالة او غير ذلك، لا، او اكتسب خبرات او معلومات، لا، بصدر
امور حرمها الله سبحانه وتعالى. فبتقول يا مولانا اتكلمت معاها، لا اتكلمي مع زوجك مش معاها هي، كلمي مع زوجك. انت كلمت معاها وهي ما قبلتش الكلام، طبعا هي اثم وهو اثم. ليس منا من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده، ليس منا، ليس من شريعتنا، ليس ممن تخلل الايمان في قلوبهم. ده مش انا اللي بقول، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. ما ينفعش، لا يصح ولا يجوز باي حال من الاحوال، محرم هذا الامر. طب بتقول يا مولانا انا عاوز افضحها، لا اتكلمي مع زوجك الاول. اذا استحالت العشره بينكما خلاص كل على قدره. طب انا اعمل ايه يا مولانا؟ دائما وابدا حسبي قولي يعني حسبي الله ونعم الوكيل، او قولي وافوض امري الى الله. انما انا افضحها مولانا هشيل وزر وذنب كبير، وهذه اشاعه للفاحشه. طب هي مولانا، طب ما الذنب عليها والاثم عليها. طب وهي برضه انا هوجه لها رساله بس بعد هذا الاتصال. معنا ام وليد. الو، ازيك يا حبيبي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا. ازيك يا ابني؟ ربنا يصلح حالك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، اتفضلي. الدنيا واخره. اللهم امين. بقول لحضرتك معلش استحملني، انا عندي 72 سنه. ربنا يحفظك. ثلاث اسئله ينوبك ثواب. ماشي يا امي. ايوه سامعك، اتفضلي. اتفضلك الله يا ابني. اما انا جيت صليت العصر قبل ما اتصل بحضرتك، صليت العصر قاعد الاربع ركعات وكل حاجه. بحب دايما اصلي 4 مل علي، يعني تصلي عصر كمان قضاء. اما جيت صليت عشان اصلي بقى القضاء، صليت الركعتين الاولانيين وفي التشهد خلصت للاخر وسلمت، وبعد ما سلمت افتكرت ان انا صليت ركعتين بس. رحت مصليه 4 تاني، هل ده انا صح؟ لا، ولا مش صح؟ كنت صلي ركعتين بعد، لو انت سلمت صلي ركعتين وبعد كده بسجدي للسهو. وانا كنت سلمت فضلت. حتى لو سلمتي ينفع يعني؟ ينفع. لانه حدث مع سيدنا النبي، حدث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه العصر. فالحبيب صلى ركعتين ثم سلم، فقال له ذنون يا رسول الله، اكسرت الصلاه ام نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن. ماشي؟ يعني اصلي ركعتين بقى. فتصلي ركعتين وبعد قبل ما تسلم تسجدي سجدتين للسهو يا ام وليد. ماشي؟ ماشي. طب ولو انت صليت برضه الاربعه ما فيش مشكله. عادي. ماشي ماشي يا سلام. اتفضلي. السؤال الثاني، كانت بنتي ما كانتش بتتصل بينا والكلام ده، واخواتها يتصلوا بيها ما تردش وما تجيش وكده، فانا حلفت ان انا لو حتى طلبت في التليفون مش هرد عليها، ولو جت انا مش هفتح لها الباب ولا ادخلها، ومش هروح لها حتى بيتها يعني وكده يعني. فالمهم علمت ان هي تعبانه، اما طلبت بقى في التليفون كم مره وقال له رد عليا ماما جاز في حاجه، فلقيتها انها قالت انها تعبانه وكده يعني. فالمهم رحت لها في نفس اليوم انا واخوها نزورها. تمام. وبعد كده هي دخلت، فطبعا ده الحلفان ده عليك كفاره يمين. طيب الكفاره بقى تبقى عليه قد ايه؟ اطعامه 10 مساكين، 10 مساكين وتطعميهم. في الثلاث حلفانات؟ انت حلفت كم على 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 كل على الاتصال واحد؟ انا حلفت على انها لو اتصلت مش هرد عليها ورديت، يبقى وحلفت ان انا مش هروح لها ورحت لها. يمين واحد للثلاثه ولا كل واحده يمين؟ لا لا، يعني قلت والله ما انا هرد عليها تليفونات ولا هروح ولا هخليها تخش هنا البيت. وحلفت ان انا يبقى هو يمين واحد اطعامه 10 مساكين، شوف 10 مساكين وتطعميهم. طب بقول لحضرتك الكفاره دي ممكن اديها لحد مثلا من قرايبنا بيجوز ابنه وظروفه الماديه مش قد كده، ولا ما ينفعش؟ لا، شوف المساكين وطعميهم. طيب انما دي كم الصدقه او من الزكاه؟ ماشي. من يعني ممكن مش صدقه بس، صدقه او زكاه ماشي. طيب السؤال الثالث سريعا. السؤال الثالث معلش فضلت تحت امرك، اتفضلي. الامر لله، اما باجي اصلي ساعات يعني بقعد افكر في حاجات وانا بصلي. تفكر في ايه؟ يعني ببقى قاعد افكر في حاجات وانا بصلي. فما فيش دعاء اقول وانا بصلي عشان يمنع عني الحاجات دي؟ هقول لك دلوقتي. حاضر. طب يا حبيبي ما تحرمش. الله يكرمك. اتفضلي. استاذ محمود، السلام عليكم. الله يبارك فيك مولانا. الله يبارك فيك استاذ محمود. عايز اسال حضرتك بس عن ايه هي عقوبه الزوجه المقصره بحقوق زوجها؟
من اتجاهها، مع ان هي ليها حجه بتقول لك ان هي تعبانه طول النهار في البيت تربيه الاولاد. تمام، في حاجه حضرتك تقول ايه يعني في حاجه زي كده؟ مقصره في حق زوجها يعني؟ ايوه. حاضر، ماشي يا استاذ محمود. أيوة. مع ان مع علم حضرتك ان في ساعات بتبقى خلاص يعني متفقين ان احنا خلاص جايين خلاص، في كلمه ممكن تكون نامت او عامله نايمه او حاجه زي كده. تمام، حاضر، شكرا يا شيخ. ماشي يا استاذنا، اتفضل. استاذ ريهام. الو. استاذ ريهام. الو. اتفضلي. ايوه يا شيخ. اتفضلي، ازيك؟ كنت عايزه اخد رايك في حاجه. اتفضلي يا استاذ ريهام، بس علي صوتك شويه. والله معليه صوتي. طيب ماشي، اتفضلي. حضرتك جوزي ما بيشتغلش وقاعد في البيت ما بيصرفش وما بيعملش اي حاجه في حياته. الزوج قاعد في البيت ما بيشتغلش؟ كل حتى ما يجيله شغل مش عايز يشتغل، عايز انا اشتغل واصرف. ليه؟ مش عاوز اشتغل ليه يا استاذ ارهاب؟ بيقول لي مش عارف اشتغل، مش لاقي الشغل المناسب. هو صنعته ايه؟ هو صنعته نجار. نجار مسلح ولا نجار ايه؟ ولا نجار باب وشباك؟ شباك، باب وشباك. طيب. بس حضرتك ايه رايك؟ انا كنت عايزه اتطلق منه، كل ما اتكلم في موضوع الطلاق اخواتي يقولوا لي لا. يا ساتر يا رب، طلقي ليه؟ ما هو تعبت الحياه، تعب بقالي 3 سنين على كده. عندكم اولاد؟ عندي ولد. هو نايم خالص ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش، مش فالاقي غير في الخروج مع اصحابه. حاضر، هجاوبك. ماشي. طيب ماشي، والاستاذه برضه هجالها مساعده ثالثه، اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، برضه نفس الكلام اللي قلته هو في هذه المساعده برضه. ام وليد في السؤال التالت بتقول: يا مولانا انا بفكر وانا بصلي، يعني الخشوع في الصلاه. الخشوع في الصلاه يجب على كل انسان في هذه الصلاه أن يكون منتبها جيدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب أنا يا مولانا بصلي ودايما بفكر يمين وشمال، طب عشان أتجنب الأمر ده وأنا بصلي أقول الله أكبر، أفكر عيني دائما وأبدا على يدي هكذا، بركز على إيدي، يبقى أنا هركز بعيني على إيدي وهبدأ أقرأ. في الركوع وركزوا على يعني الصابع القدم وركزوا عليه. في السجود وركزوا دائما وابدا على انفي. فلما ركز على النقط ديت وانا بصلي هفقد للذاكره او المخ انه يفكر في حاجه تانية الا في الصلاه. وابدا اجاهد في النفس، لان الشيطان مش هيجي الواحد قاعد في ملهى ولا قاعد يعني في خمار او غير ذلك، هو كده كده ملهي لوحده، انما هيجي اللي هو قائم ساجد لله رب العالمين عاوز يشغله. ده تاه منك كذا، ده البنت ما كلمتكيش، ده الواد مش عارف ايه، ده خد منك فلوس، ده خد منك الذهب، ويبدا يشتغل في الانسان هكذا. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشيطان: ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعاذ بالله. إنما النفس بقى بتلعب دورها، فالإنسان وهو في الصلاة مريد يركز على هذه القوائم التي ذكرتها، والله تعالى أعلى وأعلم. أستاذ محمود بيقول: يا مولانا الزوجة مقصرة في حق الزوج، ما ينفعش ولا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. إن كانت هي مقصرة في جانب ما، إنما هي في جانب آخر في العيال أو في الأولاد أو في غير ذلك يتحمل. إنما أنت تقعد معاها يا أستاذ محمود وأنت جاي كده، ممكن تجيب أقرب حاجة. على فكرة السيدات يعني الست تحتاج إلى مداعبة بالكلام وبالنظرات وبأمور أخرى، إنما الإنسان لما يجيب هدية هو داخل كده ويقدر يتكلم حتى على إن شاء الله يا أخي يكون وردة شوية نوعها، حتى ريحان مثلا على سبيل المثال جايبه هو داخل يقدر يتكلم معاه، أو هدية ما ويتكلم معاه على قدر الاستطاعة
على قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل بيتا من بيوت أمهات المؤمنين يعني وهو حزين أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هشا بشا ضحاكا